فلسطين. هي هي فلسطين. يا أحفاد النازيين. يا أحفاد النازيين. وجرائمكم مش ناسيين. جرائمكم مش ناسيين. في هذا اليوم في أمام مكتب الصليب الأحمر بدعوة من أولاً من أسرانا البواسي الأسر الحرية في داخل قلاع الأسر الصهيوني، وايضا بدعوه من فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظه الكرم. جت الدعوه تلبيه لي واستجابه من قبل اسرانا، هناك يعني نيه لوضع برنامج نضالي في خوض اضراب مفتوح عن الطعام في مع بدايه شهر رمضان المبارك، وهذه الخطوات اليوم جاءت في كل الوطن هي دعما واسنادا للاسرى لخطواتهم النضاليه المنوي الشروع فيها في شهر رمضان بما يتعلق بمضايقات اسرائيليه من قبل مصلحه سجون الاحتلال بتعليمات من بن غفير بالمضايقة على أسرانا من عزل انفرادي، من إهمال طبي، من مسألة الاستحمام اللي حق مشروع بتقليص ساعات المياه الساخنة. كل هذه القضايا حقيقة نقف أمام مسؤولياتنا كفصائل ومؤسسات، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لتحميل هذا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة أسرانا، وعلى المجتمع الدولي أيضا بالضغط لتدويل هذه القضية من خلال السلطة الوطنية، تدويلها في كل المحافل الدولية واللجوء إلى كل المحافل الدولية بدءا في محاكمة هذا الاحتلال. إحنا اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى بسبب الظروف القاسية اللي بيعانوها داخل السجون الإسرائيلية. طبعا هي أقل حقوق للأسرى علينا، خاصة إحنا أبناء وطن واحد ومنعيش ظروف صعبة سواء داخل السجن وخارج السجن، لكن الأسرى هم أكثر منا بيعانوا، ولهيك إحنا أقل واجب إلنا إن نوقف ونتضامن معهم، ولعل تضامننا ووقفتنا هاي يعني تعمل ضغط على صناع القرار على أساس يضغطوا تحسين ظروفهم داخل السجن. إن شاء الله الله بوفقهم إن شاء الله. وقفتنا اليوم هي عمليا دعم وإسناد والتفاف حول قضية الأسرى، هذه القضية العادلة اللي حاليا تتعرض إلى هجمة شرسة ممنهجة ومنظمة من حكومة التطرف الصهيوني اليميني اللي عمليا على رأسها ابن كبير، اللي طرحوا للكنيسة بأخذ إجراءات وقوانين جديدة تمس الأسرى، وترافقت هذه الإجراءات أيضا مع هجمة شرسة واقتحامات لكافة أقسام الأسرى، حتى عمليا منع المياه عن الأسرى بمعدل ساعة لكل القسم، وضع عمليا أقفل على المياه، هذه لم تحصل بأي دولة بالعالم، إضافة لبعض الاقتراحات بالإعدام حول الأسرى وأيضا عبر سحب الجنسيات من الأسرى. إضافة لهيك الأسرى اللي عمليا عندنا 600 مريض منهم 23 حالة سرطان بيعانوا عمليا من الموت، هم الشهداء الأحياء. بالتالي أمام هذا الواقع الصعب اللي بعاني أسران البواسل بشكل يومي، واللي عبروا عنه بإضرابهم عن الطعام عمليا وحرق بعض الأقسام مثل ما عملت الأسيرات، نطالب مجتمعنا الفلسطيني بكل أطيافه الرسمية والشعبية عمليا بمساندة قضية الأسرى وعمل الاعتصامات والمسيرات والمذكرات والنداءات إلى المجتمع الدولي. كمان نرفع صوتنا عاليا إلى كل الهيئات الدولية والصليب الأحمر ضروري الوقوف عند مسؤولياتهم بحماية أسرانا البواسل، لأنه أسرانا بخطر، ودق ناقوس الإنذار أنه أسرانا عمليا بخطر. مفترض العمل على تشكيل لجنة تحقيق تقصي حقائق ومساءلة إسرائيل على جرائمهم، وتقديم كل حكومة اليمين المتطرف للمحاسبة والمساءلة للعدالة الدولية، لأنها أكبر حكومة نازية عمليا على مستوى العالم.